المغرب أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن تحسن تأهيل الشغل بين سنتي 2000 و2017 والأحداث الصافي لشغل سلك اتجاها جديدا بسبب تأخر النمو الاقتصادي، وأن المندوبية عملت على إحداث تغيرات كبيرة في حجم العينات. وأوضحت المندوبية في لقاء اليوم بالرباط خصص لتقديم النتائج الرئيسية المتعلقة بالمواضيع التي شملها إصلاح البحث الوطني حول التشغيل، أن من بين التغييرات التي طرأت الاشتغال على 90,000 أسرة بدل 60,000 المعتمدة من قبل. وأفادت المندوبية بأن هناك زيادة للسكان النشطين مقابل انخفاض معدل النشاط. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من الرباط جمال جنوني، رئيس قسم البحوث حول التشغيل بالمندوبية السامية للتخطيط. مرحبا بكم أستاذي. بداية، ما هي أهم الخلاصات التي حمل هذا البحث الوطني حول التشغيل بشكل يعني جعله يختلف حسب وجهة نظركم طبعا عما سبق تقييمه من طرف المندوبية في هذا المجال؟ شكرا. أولا وقبل كل شيء شكرا على الاستضافة. باسم كل العاملين بالمندوبية السامية للتخطيط أتقدم الميدي أن تي في بالشكر. ففعلا اليوم قامت المندوبية السامية للتخطيط بتنظيم لقاء تواصلي قامت من خلاله بإعطاء صورة مفصلة على الإصلاحات اللي همت البحث الوطني حول التشغيل، واللي هو بحث دائم كتنزل المندوبية السامية للتخطيط لأزيد من 40 سنة. هاد السنة عرف إصلاح شامل لهم العينة الرئيسية، تم اعتماد عينة رئيسية اللي هي كتعتبر أكثر تمثيلية لجميع الشرائح ديال المجتمع، وكذلك أكثر تمثيلية لجميع الجهات ديال المملكة. وتم كما سبق الذكر توسيع العينة ل 90,000 أسرة، بحيث أنه أسرة من بين 80 أسرة مغربية كيهمها هذا البحث، الشيء اللي غادي يعطي غيمكن من توفير معطيات أكثر دقة وأكثر تفصيل. كذلك تم تزويد قواعد البيانات، هذا الشيء مهم جدا لأنه غادي يمكننا من تزويد قواعد البيانات المنظمة الدولية، وكذلك احترام التزامات المغرب فيما يتعلق بالجهوية المتقدمة، كذلك الاستجابة لجميع الطلبات ديال المستعملين من حكومة وقطاعات وزارية، ممثلين ديال المجتمع المدني، باحثين، جمعيات مهنية إلى آخره، والمنظمات الدولية، وكذلك الانخراط في الإدارة في الإطارات الإحصائية الجديدة، ونخص بالذكر الأهداف التنمية المستدامة. نعم. وكذلك إطار المتعلق بالعمل اللائق. فهذه أشياء جديدة تم إدماجها في البحث الوطني حول التشغيل اللي غادي يمكن في المستقبل أنه يوفر معطيات جد أكثر دقة وأكثر تفصيل بالنسبة لجميع الجهات وكذلك على الصعيد الوطني. انطلاقا من يعني كلامكم الآن، بالتالي كيف ستساعد هذه الدراسة في نظركم الجهاز التنفيذي في سن سياسات لإنعاش التشغيل بالمغرب؟ فعلا سؤال وجيه. كما سبق الذكر اليوم تم تقديم نتائج المواضيع اللي تم إدماجها في البحث الوطني للتشغيل سنة 2017. من بين هذه المواضيع مثلا كاين ولوج المرأة لسوق الشغل، والكل يعرف بأنه المغرب من بين المشاكل اللي كتواجه الاقتصاد المغربي وعموما وسوق الشغل خصوصا هو الولوج ديال المرأة، المحدودية ديال الولوج ديال المرأة. فمن طبيعة الحال هذه الدراسة هذه كتمكن أنه نحاولوا نفهموا ما هي الأسباب وراء عدم ولوج المرأة لسوق الشغل. هنالك خزان كبير، حوالي 50% من الشابات اللواتي يتراوح أعمارهن ما بين 15-24 سنة يعني لا يتواجدون في سوق الشغل ولا يتواجدون في المدرسة، وبالتالي يجب إعطاء جميع المعلومات حول هذه الشريحة وإعطاء كذلك ما هي الأسباب وراء عدم ولوج هذه النساء. فهذا موضوع من بين المواضيع. اليوم تم تقديم مجموعة من المواضيع بخصوص هذه النساء، إعطاء النسب ديالهم، إعطاء ما هي الأسباب الرئيسية، واش الاهتمام بالأطفال، الاهتمام بالأسرة، الاهتمام بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، الاهتمام بالأشخاص المسنين في الأسرة، أو كذلك لأنه أحد أفراد الأسرة رفض أنه هذه السيدة
على حسب التصريحات ديالهم هنالك نتائج كتبين. نعم. وبالتالي الى وضعنا الاصابع ديالنا على مكامن الخلل كيمكن نساهموا بشكل كبير في حل المشكل ديال الولوج للمراه لسوق الشغل. هذا من بين المشاكل اللي اشكرك وكذلك كان تقديم مجموعه. اشكرك جزيل الشكر السيد جمال قنوني رئيس قسم البحوث حول تشغيل بالمندوبيه الساميه للتخطيط، داهمنا الوقت، شكرا جزيلا لك.